بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ إن شاء الله في الموديول 4. موديول 4 بيقول creating and locating objects فين؟ في الاكتف دايركتوري. عايزين creating and locating objects in الاكتف دايركتوري على نفس الفيرشواليه بتاعتنا. خلاص، اول اكسرسايز عندنا create organizational units. عايزين نعمل units او وحدات تنظيميه. خلاص، عشان الوحدات التنظيميه دي فيما بعد هبدا انظم جواها مجموعه من اليوزرز والكمبيوترز ومش عارف ايه والى اخره. فازاي نعملوا كذا وحده تنظيميه بحيث ان احنا فيما بعد نقدر نركب مجموعه من الناس والاجهزه على الوحدات التنظيميه اللي موجوده عندنا دي. اول حاجه هاجي كده من قائمه ستارت وهفتح اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. هعمل ستارت اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر، صح؟ كنا ضفناها اصلا في الـ ام ام سي عندنا، صح؟ تفتح من هنا، تفتح من هنا واحد، يعني فتحتها كده من هنا كده ودخلت على ادي اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، طلعت لي حاجه اسمها الفاينل فيجن دوت كوم، وعندي السيفد ايه؟ السيفد كويريز. طب تمام، لسه ما فيش سيفد كويريز ولا حاجه، وادي الدومين بتاعي والحاجات اللي جواه. طيب، هي برضه بالظبط. لو جينا كده كومنت ستارت قلت له اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، فتحتها اهي شبيهه جدا من اللي احنا كنا فاتحينه، بس هنا ده الاساس بتاعنا. وادي السيفد كويريز فاضيه، وادي الفاينل فيجن ايه بتاعنا هنا او هنا، كل واحد خلاص مش مشكله خالص. بعد ما فتحت الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز سنابين دي، تعال نروح على على الدومين بتاعنا، يعني على الفاينل فيجن دوت كوم اللي هو الدومين بتاعنا، النود بتاعتنا، نفتحها. خلاص، لما فتحناها فتحت لنا كذا حاجة. تعال نقف على جنب كده، على جنب خالص، كليك يمين كده، وتعالى هتلاقي في عندنا نيو. خلاص، هيقول لي نيو ايه بالظبط؟ هقول له في كمبيوتر وكونتاكت ومش عارف جروب ومش عارف ايه. هقول له لا، انا عايز ايه من كده، عايز اعمل اورجنايزيشنال يونت جديدة. خلاص، مختار، قال لي ماشي. الاورجنايزيشن يونت دي هتتحط جوه الفاينل فيجن دوت كوم. قلت له بالظبط. قال لي هتسميها ايه؟ قلت له هسميها الموظف امبلوي. خلاص، الوحده بتاعت الموظف او الموظفين. بيقول لي هنا بروتكت كونتينر فور، يعني هو عايز يقول بروتكت اصلا، يعني بروتكت يعني امان، يعني او اعمل حمايه. خلاص، كونتينر للحاويه بتاع دي الاكسيدنتال ديليشن. اكسيدنتال ديليشن يعني من اخطاء الشطب او المسح او كده، يعني خد بالك، يعني الامبلوي دوت احميه ان هو يتمسح غلط او يتعمل له يعني او عن طريق الخطا نمسحه او حاجه زي كده. طيب، ودوس هندوس بعد كده على اوكي. تمام، ادي الامبلوي بتاعنا نزل اهو. هنعمل رايت كليك هنا على الاو يو بتاعتنا دي، او زي ما احنا بنسميها يعني الاو يو اللي هي بنسميها الاورجنايزيشنال يونت يعني. خلاص، كليك يمين كده ونختار بروبرتيز عشان نحدد الخصائص الخاصه بيها. طلع لي ادي الديسكريبشن والستريت والسيتي والمش عارف الستيت والبوستال كود ومش عارف الكانتري والريجن والكلام ده كله. هاجي نقط على الديسكريبشنز، هحط فيها حاجه واحده بس اللي هم النون ادمنستريتيف يوزر. خلاص، للايه؟ للمجموعه من اليوزرز اللي هم اصلا مش ادمنستريتور، يعني المفروض نعمل اورجنايزيشن يونت للوضع ده. وادوس على اوكي. خلاص، ده الديسكريبشن بتاع الامبلوي بتاعتنا. وبعدين هنحط مجموعه اخرى من الايه؟ من الاو يو بتاعتنا، مثلا نقول مثلا نعمل كده، نكليك يمين ونيو اورجنايزيشنال يونت، ونعمل نسميها او يو نيم.
او نسمي اسف عملنا الامبلوي يونيم هنكتبها مثلا ديسكتوب ديسك توبس عندما كان الاجهزه بتاع الديسكتوب بتاعتنا واقول له اوكي عماله داخليه مش عايزها داخليه داخل ال يعني انا عايزها كليك من كده ديليت اوكي ارجع تاني كده على اكتيف ديركتوري بره نوت كليك جوه الدومين بتاعي كليك يمين ونيو عشان ما يعملوش داخلي يعني نيو اورجنايزيشنال يونت واقول له ديسكتوبس اوكي طبعا ده كليك يمين وبروبرتيز كده واكتب له فيه ديسكتوب كمبيوترز ديسك اوكي وارجع تاني على الدومين كليك يمين واقول له نيو اورجنايزيشنال يونتس واقول له دي بقى جروبس تمام اوكي وانا على الجروب كده كليك يمين واقول له كليك يمين وبروبرتيز في الديسكريبشن هقول له نان non administrative groups اوكي وارجع تاني كده على الدومين كليك يمين واقول نيو organizational unit خد بالك لسه هركب في كل بقى في الجروبز هنركب حاجات وفي الديسكتوب هنركب حاجات في الادمنز مثلا هنا هنركب كمان شويه حاجات يعني يا ريت تمشي ورايا في المثال وتشتغل زي ما انا بشتغل بالظبط عشان نيجي نطبق المثال على بعض وتبقى انت عامل نفس معايا عامل قبل كده نفس الخواص ونفس الشغل. ادمنستريتيف يوزرز هنا بقى بحط الادمنستريتيف يوزرز ذات نفسيه وارجع تاني على الدومين كليك يمين ونيو اورجنايزيشنال يونت السيرفر بتاعي وانا احط بيانات السيرفر بتاعي طبعا الشرح بتاعه ما فيش السيرفر وخلاص سيرفر كمبيوتر ماشي واخر حاجه احطها في الدومين بتاعتي اخر سيرفر اخر اللي اخر اورجنايزيشنال يونت كليك يمين نيو اورجنايزيشنال يونت هقول له اللاب توبس ودي لابتوب كمبيوترز طبعا الديسكربشن بتاع لابتوب كمبيوترز كليك يمين وبروبرتيز واقول له ده لاب توب كمبيوترز وقايل له اوكي وبكده اكون خلصنا الاكسرسايز نمبر 1